وصفتنا اليوم حمص باللحمة. شوف شكله، يا سلام، شوف الطريقة. أنا عندي لحم غنم فرمتها مع شوية شحم، ضروري يكون معها شوية شحم. وهنا عندي البليلة، أفركها بهذه الطريقة وأشيل منها القشر، بعدين أصفيها. نضفت معاها شوية ثوم، ملعقتين زبادي، ملعقتين طحينة سائلة، ضفت قطعتين ثلج واخلطهم كويس مع بعض. وهنا الحمص صار عندنا جاهز، يا سلام. هنا عندي شوية موية مع كمون وشوية ملح، اضيف باقي البليلة واسلقها عشان ازين فيها الطبق. هنا ضفت مع اللحمة فلفل اسود وكمون وشوية بصل، وتبل اللحمة كويس، اهم شي انكم تتأكدوا من الملح، اخلطهم كويس مع بعض. عندنا البليلة صارت جاهزة، نحن بنوريكم كيف نشكل الحمص. نضيفه في وسط الصحن بهذه الطريقة، بعدها نشكله بهذا الشكل. شايفين كيف؟ بعدها نصب الزيت الزيتون، بعدها البليلة اللي سلقناها، فوقها شوية بقدونس. وهنا عندي طاوة حارة ضفت عليها اللحمة، فردتها بهذه الطريقة وخليها لين تتحمر، بعدها حركها بهذا الشكل وخليها تكمل استوى. عندي اللحمة بضيفها فوق الحمص، يا سلام. آخر شي بزين الطبق شوية بليلة اللي سلقناها مع طماطم، وآخر شيء البقدونس، يا سلام. وبالعافية.